السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. Premier bac science math mention de logique raisonnement par disjonction des cas et correction d'exercice 17 page 70 El Moufid. Donc voilà. Et then rendu صحيح deux systèmes يعني la résolution يعني نبحثوا على حلول بالنسبة ل السيستم الأول والسيستم الثاني. هنا في هاد التمرين هو سهل ولكن تبغي شوية تاع التركيز. إلا ما كانش التركيز راه ما كاين والو. يعني إذا خاصك تحط النقاط شوية بشوية 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 حتى توصل النتيجة. مثلا غنبداو ب لو بغومي سيستم، غنبداو بالسيستم الأول أو النظمة الأولى. غادي نحلوها في إيرو كاري. شنو هو إيرو كاري؟ هو مجموعة الأزواج، مجموعة الأزواج إكس إيكغيك، بحيث إكس تنتمي إلى إر و إيكغيك تنتمي إلى إر. الزوج هو تيكون من إكس إيكغيك. إذا الزوج غنوريكم كيف يكتب. المهم دابا نشوفو، غنكتبو الزوج تكتب بين قوسين، تنكتبو إكس بوان فيرغيل إيكغيك هو الزوج. إذا هذا مجموعة تاع الأزواج بحيث إكس تنتمي إلى إر و إيكغيك تنتمي إلى إر. ولكن هنا غنشوفو شكون هي الأزواج لي صالحة، يعني لي هي حل لي أزواج لي هي حلول لهاد السيستم. إذا كما قلنا من قبل أن لك عندنا الفالو أبسولي، دونك خاصنا منخليوش الفالو أبسولي، نرجعوه سيستم عادي. إذا باش نرجعو سيستم عادي خاصنا نحذفو الفالو أبسولي، يعني قيمة مطلقة خاصنا نحذفوها. إذا شنو تنعرفو؟ أن القيمة المطلقة لـ x تساوي x إذا كان x موجب، والقيمة المطلقة لـ x تساوي مقابلها إذا كان x سالب، دونك لوبوزي. إذا كان x سي x بوزيتيف، دونك ضرب سو x إيكال x، سي x نيجاتيف، ضرب سو x إيكال موان x، لوبوزي دو x. مثلا القيمة المطلقة 3 تساوي 3، ولكن القيمة المطلقة ناقص 3 تساوي 3. علاش؟ غادي مقابل تاع 3 هي 3، والقيمة المطلقة دائما موجبة، وخدها موجبة. علاش؟ لأن في الأصل هو إكس سالب، إذا مقابل سالب هو الموجب، صحيح؟ متشوفش على ناقص تقول صفر سالب، ولكن ناقص خصك تحل إكس، إكس كي دايرة دابا؟ عندنا ناقص، يعني هناك شيء سالب، ولكن هاد إكس كي دايرة؟ عدد سالب، إذا ناقص مع السالب غتولي موجب. ناقص مضروب في السالب يعطيني موجب، أو مقابل السالب يعني هو عدد موجب. إذا هنا كما تلاحظوا لقبطنا إكس ناقص واحد درنا تساوي صفر، عطينا إكس تساوي واحد، وهنا إكس تساوي صفر، صافي. إذا غنتعاملو مع صفر ومع واحد، إذا هذا غادي نقسمو إر وإلى ثلاثة المجالات. حاولوا تفهموا أش نقول أش ندير، لأن هادشي لي غتستعملو في ديكا تولي عندنا طواق كنايا. إذا إكس ناقص واحد فاش تساوي إكس ناقص واحد تساوي صفر، يعني إكس تساوي واحد، ها واحد عدد، ها هو نحتاجو واحد، ها هو. و إكس هنايا تساوي صفر، يعني نحتاجو عندنا معادلتين، معادلة أولى معادلة ثانية، إكس ناقص واحد تساوي صفر، و إكس تساوي صفر، إذا نحتاجو صفر. إذا تكون صغير هو صفر، دونك ناقص هنايا صفر يعني أداة سالبة، و صفر واحد الانتفاض الثاني، واحد زائد هنايا الانتفاض الثالث. إذا جمعنا درنا لا غينيون تاعهم ثلاثة، يعني تتقاوى أونيون ولا اتحاد العربية. إذا إذا درنا الاتحاد تاعهم ثلاثة يعطوني إر، حيت ما عندنا مشاكل هنا في هاد السيستم، مكاين تاش مشكل، كل ديفيني في إر، يعني معرف في إر. ولكن حنا ميمكنش نخدمو في إر كلنا، خصنا نخدمو باش نحيدو فار أبسولي، خصنا نخدمو في انترفال باغ انترفال. نخدمو انترفال الأول هاهو هي بروميير كا، دوزيام كا انترفال تاني يعني المجال التاني، والمجال التالت غنديرو فيه تروازيام كا، يوريكم تروازيام. إذا نبداو المجال الأول، إذا كانت إكس تنتمي إلى ناقص هنايا صفر، يعني عدد سالب. دونك فالور سو دو إكس إيكالمون إكس تيكال سو مقابل تاعهم، لأن عدد سالب. و فالور سو دو إكس موان زان هو موان إكس بلس أن. علاش درنا المقابل؟ حنا نشوفو علاش. قلنا إكس أصغر من صفر، يعني إكس سالب.
دابا ناقص واحد، ناقصنا واحد هنا، ناقص واحد هنا، دونك اجي اكس ناقص واحد اصغر او تساوي ناقص واحد، يعني انه ان اكس ناقص واحد عدد سالب اصغر من ناقص واحد، يعني سالب، يعني اصغر من اصغر قطعا من صفر. دون سالب، مادام سالب اذا مادام هاد اكس ناقص واحد سالب، اذا القيمة المطلقة تاعها تساوي مقابلها. شنو مقابل تاعها؟ هي ناقص اكس زائد واحد. تنديرو مقابل الحد الاول مقابل الحد الثاني. اذا دابا هنايا غادي نعوضو، دابا نعوضو اكس ناقص القيمة المطلقة تاع اكس ناقص واحد باش ناقص اكس زائد واحد، والقيمة المطلقة لإكس فناقص اكس. ايوا تولي عندي سيستم عادي ما فيش قيمة مطلقة، وتنحسب ندير النشر نحسب، وشنو غنلقى في الاخر؟ غنلقى السيستم هذا، حساب ساهل ما كاين حتى شي مشكل، غنلقى السيستم هذا. اذا ناقص 4 اكس ناقص 2 ايكغيك ناقص اكس زائد 2 ايكغيك، بغيت ندير معاكم حساب، ندير معاكم حساب نشوف. اذا هنا غنديرو النشر، 2 في ناقص اكس هي ناقص 2 اكس، 2 في زائد 1 هي 2، وغادي ناقص ايكغيك هي تساوي 4. اذا وهنايا ناقص اكس زائد 2 ايكغيك، اذا ما غيرنا حتى حاجه هنايا، يمكن لكم تقوموا بالتمرير تاع هنايا، يقدر مثلا دير قوم بالتمرير تاع ايكغيك تاع اكس، شو تولي عندك هنايا جوس ايكغيك جوس اكس، عندنا مو اكس دو زوج اخر، يعني من بعد شو تولي عندك جوس اكس. إذا شو غدير؟ غتقسم على 2 هاهي، غتقسم على 2، صافي؟ المهم هادشي ممكن ديروه. إذا هنايا شو غتعطيني؟ ناقص فين وصلنا هنايا؟ ناقص 2 إكس زائد هاد زائد 2 غندوز زوجة أخرى تولي ناقص 2، إذا تولي 4 ناقص 2 هاهي، وتبقى لنا ناقص إكس، ناقص 2 إكس ناقص إيكغيك تساوي 4 ناقص 2 اللي هي 2، صافي؟ وهنا غتعطيني إذا بلا ما نقوم بالتمرين، لأن باش نديرو مجموع حنا مغاديش نديرو التعويض، صافي هنا نخليوها كيما هكا. دابا شنو عندي هنا؟ شنو عندي هنايا؟ ناقص 4 إكس هادي هي النتيجة تاعها، ناقص 2 إيكغيك تساوي 4، عندي هنا ناقص 2 إيكغيك، هنا 2 إيكغيك، غندير المجموع، ندير المجموع تاع المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. شنو عطيني المجموع؟ هادي ناقص 2 إيكغيك زائد 2 إيكغيك غتمشي بحالها، ياك الطرف الأول طرف بطرف، يعني الطرف الأول زائد الطرف الأول يساوي الطرف الثاني زائد الطرف الثاني. إذا هادي وهادي غتمشي بحالها، غتبقى ناقص 4 إكس ناقص إكس، وهنا 4 زائد 6، 4 زائد 6 هي هادي. وهنا كيما قلنا فاش غدير التحويل تاع ناقص إكس غتولي زائد إكس زائد 6، وتقسم على 2 لأن الضرب تولي قسمة، هادي إكس زائد 6 على 2. دابا هنا إيكغيك هي معروفة شنو تساوي، ولكن هنا محتاجينش إيكغيك، محتاجين نلقاو إكس هنايا. إذا شنو لقاتنا؟ تبقالنا إكس، هي هاديك، محتاجين إيكغيك، نلقاو إكس، غادي نحسبو هنا نلقاو إكس، وإكس نعوضو هنا، وغادي نلقاو إيكغيك، صافي؟ واخا، شنو هي ناقص 4 إكس ناقص إكس؟ هي ناقص 5 إكس، تساوي 10. واخا، إذا كان ناقص 5 إكس تساوي 10، إذا إكس تساوي كام؟ 10، أنا ناقص 5، الضرب تولي قسمة. إذا 10 ناقص 5 هي ناقص 2، صافي. دابا هنايا شنو غندير؟ نعوضو إكس بناقص 2، شنو غتولي عندي؟ ناقص 2 زائد 6 هي 4، 4 2 هي 2، إذا 2 ندير شنو الجواب؟ ناقص 2 2، دونك هذا هو الزوج، كتب إكس إيكغيك زوج إكس إيكغيك يقال الزوج ناقص 2 2، حداو راسكم هنا إكس، نبداو إكس دائم تبدا إكس، إكس إيكغيك، دونك إكس ناقص 2 هايا، و إيكغيك 2، هذا هو الزوج، إذا هذا تعني أن الزوج إكس إيكغيك يقال ناقص 2 2. دابا شنو بقينا؟ بقينا خصنا نتحققو واش هذا يستجيب للشرط، ما هو الشرط؟ هنا عندنا الشرط بومين كان ناقص يكون ينتمي الى ناقص لا نهايه زيرو، يعني انه اكس تكون كون سالب، اما ايكغيك ما عليها حتى شرط، ايكغيك تنتمي الى ار ما عندها حتى مشاكل، اذا ار اكس ايكغيك غناخدو من ار، ولكن الشروط غيكونوا على
اكس فاش حيدنا هاد الشرط عاد باش حيدنا القيمه المطلقه اللي ازالت القيمه المطلقه. اذا ناقص 2 يكون عدد سالب وناقص 2 مادام عدد سالب اذا تنتمي الى ناقص 2 ناقص لنا هي صفر. اذا مجموعة حلول بالنسبة للحالة الأولى اس واحد هي الزوج ناقص 2 2 صافي. دابا نشوفو الحالة الثانية. الحالة الثانية ناخدو المجال الثاني. المجال الثاني هو 0 1 ناخدو المجال الثاني. هذا هو التنظيم اللي كنقول لكم دار الضمتي غاتجيكو شي ساعة ما نضمتيش غتبقى تعدل. إذا كانت إكس تنتمي إلى المجال 0 1 و إيكغيك من إر يعني إر مع إيكغيك مخلقاتش مشكلة بالنسبة للقيمة المطلقة حيت القيمة المطلقة كاينة إكس فيها. إذا القيمة المطلقة إكس مادام هنا إزار 1 يعني إكس عدد يعني أنا موجب مادام موجب إذا نساوي إكس. ولكن بالنسبة للأخرى أن إكس محصورة 0 1 تنتميها 0 1 يعني محصورة بين 0 1 غنزيدو 1 1 1 غنزيدو أن النقص النقص ناقص 1 هنا ناقص 1 هنا ناقص 1 0 ناقص 1 هي ناقص 1 اكس ناقص 1 هي اكس ناقص 1 1 ناقص 1 هي 0 صافي. اذا في الحاله اكس ناقص 1 سالب ولا موجب؟ واش اصغر من 0 ولا هي اصغر تساوي 0؟ اذا سالب. اذا مادام سالب شحال تساوي؟ عندي المقابل ديالو ناقص اكس زائد 1 مقابل تاع اكس هو ناقص اكس مقابل تاع ناقص 1 هو زائد 1. دابا شنو غنديرو؟ غادي نعوضو بالنسبة لإكس ناقص 1 غادي نعوضوها بناقص إكس زائد 1. إذا بالنسبة للمعادلة الأولى تظن مكاينش تغيير، ولكن بالنسبة للمعادلة الثانية القيمة المطلقة إكس في كيفية التغيير غتكون فيها إكس. هنا في الحالة الأولانية كانت ناقص إكس، في الحالة الأولى كانت هنا ناقص إكس زائد 1 مكاينش تغيير، إذا كاين تغيير هنا. إذا يمكننا ندوزو مباشرة أنا بغيتو ندوزو لأن حسبناها. عطاتنا هي هادي ناقص 2 اكس ناقص ايكغيك تساوي 2. غنضربو هادي في نسيت ما قلتش لكم في الكويدات غنضربو هادي في 2 شرطني 2 في ناقص 2 اكس عطاتني ناقص 4 اكس و 2 في ناقص ايكغيك عطاتني ناقص 2 ايكغيك و 2 في 2 عطاتني 4. علاش؟ باش تحصلو على عددا متقابلان هنا شكون هما ناقص 2 ايكغيك وزائد 2 ايكغيك باش من ديرو مجموع طرف بطرف غتمشي ناقص 2 ايكغيك غتمشي مع 2 ايكغيك باي باي. شنو غتبقى عندي؟ ناقص 2 ايكغيك ناقص 4 اكس زائد اكس تساوي 4 زائد 6. اذا نديرو مجموع طرف بطرف طريقة تأليفة خطية هي طريقة تأليفة خطية دونك سيف ستاتيسيون كومبينيزون لينير ميثود دو كومبينيزون لينير سيف ستاتيسيون هي تاع التعويض. لا ما درناش تعويض درنا تأليفة خطية طريقة تأليفة خطية حل حل الندمة. دونك ناقص 4 اكس زائد اكس هي هادي غتمشي بحالها مع هادي غتبقى غتجينا 10 ياك شنو يبقى؟ غتجي ناقص 4 اكس زائد اكس هي ناقص 3 اكس تساوي 10. نقوم بتمرين ناقص 3 تولي 10 ناقص 3 هي ناقص 10 3. دابا هدا لقينا دابا نعوضو هاديك ناقص 10 3 هنايا إكس نعوضها بناقص 10 3 غتجيك 6 ناقص ناقص تولي زائد زائد 10 3 ندير توحيد المقام غتجي 18 زائد 10 هي 28 على 3 وهاديك 3 غنبطوها لتحت غتولي 28 على 6 هي 28 على 6. إذا ناقص ناقص هي زائد عندنا 18 نضربو غادي ندير توحيد المقام نضربو 6 على 1 3 في 3 غاتجي 18 على 3 18 زائد 10 هي 28 28 على 3 28 على 3 مضروبة في المقلوب تاع 2 المقلوب تاع 2 هي 1 على 2 هي غاتعطيك 10 18 زائد 10 6 إذا نهبطو 3 نهبطو لتحت نضربو في 2 هي 6. إذا 18 زائد 10 هي شحال 28 على 6 نختزل ب 2 غاتجي 14 على 3 14 على 3. إذا الزوج إكس إيكغيك شنو هو؟ ناقص 10 على 3 14 على 3. دابا غنمشيو خاصنا نتحققو خاصها يكون إكس خاصها تكون تنتمي إلى 0 1 إذا مكانتش تنتمي مكاين تحت. إذا إكس شنو هي إكس؟ هي الأولى هي هادي إكس هاهي
هي ناقصة ساعة ثلاثة، يعني احنا درنا هنا في الأول هاي، يعني ما غلطناش. دابا نشوف الشوط الثاني، هل ناقص 10 ناقص 10 3 تنتمي إلى صفر؟ ناقص 10 3 هذا السليم، ما يمكنش يكون ما بين ما بين صفر وواحد، إذا هذا ناقص 10 3 لا تنتمي، لو كانت 10 3 فهي لا تنتمي، ولكن عندنا ناقص هذا السالب، إذا لا ينتمي إلى المجال في كل شيء أعداد موجبة، إذا لا تنتمي إذا إس 2 هي مجموعة فارغة، ما يمكنش ناخذ هذا الحل، لأن هذا الحل عنده بشرط ان يكون اكس تنتمي لهذا المجال، مادام ان اكس لقيناها ما تنتميش للمجال فان لا هذا الحل ماشي ليس حلا، ما تساوش انها تنتعمل مع القيمه مطلقه، اذا ليس حلا وكان بحل هو بالنسبه للسيستم العادي اللي لقيناه، ولكن ليس حلا بالنسبه للقيمه المطلقه، صافي وخاطر شي تجبيري فيه مثلا ما غاديش يعطيك غير صحيح، صافي نمر الى الثالثه. إكس تنتمي دابا ناخذ المجال الثالث والأخير واحد زائد نهاية بالنسبة لواحد زائد نهاية دونك إكس كبر من واحد، إكس أكبر تساوي واحد هايا ماشي مشكلة نديروها، إيوا واحد كبر من صفر يعني أن إكس موجب، عندنا نبرع أوبشن ديال إكس إيكال نفسه صافي، لأن إكس موجب ودابا الآخر دابا إكس كبر من واحد ولا نقصنا واحد نقصنا واحد شرطي اكس ناقص واحد واحد ناقص واحد هي صفر، اذا اكس ناقص واحد كبر من صفر، يعني انا اكس ناقص واحد على الموجب يساوي نفسه، اذا فاروس اكس يساوي نفسه وفاروس اكس ناقص واحد يساوي نفسه، اذا هذه هي الحالة الثالثة، دونك القيمة المطلقة لاكس ناقص واحد غنعوضها باكس ناقص واحد، والقيمة المطلقة لاكس غنعوضها باكس، دابا فاش نلقاو الحل خص يكون هذاك الحل مناسب لهذا ماشي مناسب لهذا، هذا يقدر يكون مناسب ليه ولكن ما يكون ماشي مناسب لهذا، لان حنا وحنا حنا باش دزنا لهذا دزنا بهذا الشرط هذا، اذا خاص يكون يوف اذا كان تيستجب لهذا الشرط غيكون يناسب هذا، ولكن ما كانش تيستجب لهذا الشرط ما يكونش يناسب هادي كيفالونس هذا اللي عندنا اكس تنتمي لهذا، كون ما كانش اكس تنتمي لهذا ما عنديش ايكيفالونس، انا عندي امبليكاسيون ما عنديش ايكيفالونس، ولكن بالك الشرط هذاك واخ. دابا نديرو النشر اثنان في اكس هنا اثنان اكس ناقص اثنان ناقص ايكاي يساوي اربعة، نقوم بالتمارين ناقص اثنان تولي زائد اثنان تولي ستة، وهنا نجي اثنان اكس ناقص ايكاي غنضربو في اثنان غتولي اربعة ناقص اثنان ايكاي هنا اثناش، صافي واخا. دابا غندير المجموع طرف بطرف، هاد ناقص اثنان إيكغيك ناقص اثنان إيكغيك غتولي صفر، غتبقى أربعة إكس زائد إكس هي تساوي اثناش زائد ستة، شحال هي اثناش زائد ستة هي تمنطاش، وأربعة إكس زائد إكس هي خمسة إكس، إذا شنو هي إكس هي تمنطاش على خمسة، إذا نعوضو هنايا نفس الشيء هاهي الحساب هاهي بابا باش تفهمو مزيان، فهمت هنا غنديرو توحيد المقام، ستة على واحد نضرب في خمسة في خمسة. هي 30 على 5، 30 على 5 نقص منها 12 على 5 18 على 5 غتعطيك 12 على 5، 5 مطول لتحت تعطي 5 فوق في 2 هي 10، أولى 12 على 5 مضروبة في 1 على 2 كيف كيف تضرب في المقلوب، إذا هي 12 على 10، 12 على 10 نقتازي ب 2 6 على 5، شكون هي 6 على 5 إيكغيك هاهي، شكون هي 18 على 5 إكس، واش تي حقنا واش 18 على 5 تنتمي لها 1 زائد ان ال 18 قسمتها على 5 عطيتك 3 فاصله شي حاجه، يعني كاينه هنايا مادام كاينه هنا اذا تحقق اذا اس 3 هي هاد الزوجه هنا، اذا دابا الان غادي نلخص كل شيء بالنسبه لاس شنو هي اس 1 انيون اس 2 انيون اس 3 يعني اتحاد تاعهم كاملين الحلول تاع الحاله الاولى اتحاد حلول الحاله الثانيه اتحاد حلول الحاله الثانيه الثالثة، بالنسبه للحاله الاولى لقينا زوج، الحاله الثانيه لقينا مجموعه فارغه ما كاين حتى حاجه، والحاله الثالثه لقينا زوج، اذا السؤال بقى لنا نجاوب، اذا مجموعه فارغه بشي بحال هكا بحال الصفر زائد صفر مثلا، اذا ناقص انا عطاني زوجين هما الحلول مجموعه الحلول هما زوجين، نمر الان الى الى السيستم تاع النظمه الثانيه،
هالنجمة الثانية دي، لاحظوا النجمة الثانية عندها اكس ايجريك، يعني عندها علاقة باكس ويجريك، ولكن اللي هو غيسهلها هو ان هنا في المعادلة الثانية ما فيهاش قيمة مطلقة، هذا هو اللي غيسهلها. لهذا باش ما تبقاش عندي اكس ويجريك جوجهم في قيمة مطلقة، شنو غادي ندير؟ نعوض اكس مثلا بقيمة تاع ايجريك بواحد الاكسبريسيون فيها ايجريك، يعني مثلا غنوز ناقص 2 ايجريك، شنو تولي؟ 2 ايجريك، تولي اكس تساوي 2 ايجريك زائد 6، صافي؟ لا عوضتها تبقى لي اكس هنايا، وهذا هو اللي غيسهل الامور. اذا لاحظوا تبعوا معايا شنو غندير دابا، هذا هو السيستم اللي خصنا نقوموا بالحل تاعو. اذا شنو تساوي اكس؟ قلنا نقوموا بالتمرين ناقص 2 ايكغيك تعطيني اكس تساوي 2 ايكغيك زائد 6. اذا 2 ايكغيك زائد 6 غنعوضها هنا، هاي نعوض اكس، نعوض اكس باش 2 ايكغيك زائد 6، هاي 2 ايكغيك زائد 6، وهنا عاوتاني اكس هاي نعوضها ب 2 ايكغيك زائد 6. وغادي نحسب شنو هو اللي عندي. ما انا تولي عندي القيمه المطلقه تبني هنا 2 ايكغيك زائد ايكغيك هي 3 ايكغيك زائد 6، هنا عاوتاني 2 ايكغيك ناقص ايكغيك هي ايكغيك، ايكغيك زائد 7، اذا 6 زائد 1 هي 7. لاحظوا ان القيمه المطلقه ما بقاش فيها اكس ولات فيها ايكغيك، اذا حنا تهنينا من اكس ما بقاوش عندنا مشاكل. اذا غنرجعوا للمساله الندمه الاولى، اذا دابا هنا غادي تولي عندنا مشكل عندنا مع ايكغيك، ما بقاش عندنا مشكل مع اكس، لان اكس اصلا هي مرتبطه بايكغيك. لا عرفنا ايكغيك غنعرفو اكس، المهم ايكغيك هي الشرط اللي غيكون فيه اللي غادي نستعملو يعطيني ليكا. اذا هنا شنو غنديرو؟ اكس زائد ايكغيك تساوي صفر، يعني ايكغيك تساوي كام؟ هنا غادي نعملو بثلاثة باش تبسطو الامور، ثلاثة عامل هنا ستة هي ثلاثة بجوج، اذا نعملو ثلاثة جي ثلاثة عامل لي فال ابسيد ايكغيك بلس دو، صافي؟ نخرجو ثلاثة يعني. تسمى اننا نخرج ثلاثة بالنسبة لإكس إيكغيك بلس دو تساوي صفر، يعني إيكغيك تساوي ناقص 2، إيكغيك بلس 7 إيكغيك زيرو كما عندنا في الأولى، يعني إيكغيك تساوي ناقص 7. إذا هنا عندي جوج الأعداد، إذا لهذا غادي نديرو نقسمو إير إلى مجالات، إذا هي لي إير، إذا غناخدو المجال الأول ناقص لا نهاية ناقص 7، حيت شكون هي الصغيرة؟ ناقص 7 ولا ناقص 2؟ ناقص 7. إذا ناقص 7 الأولى، من بعد المجال ناقص 7 ناقص 2 مغلق، من بعد ناقص 2 زائد نهاية، قلنا راه ما عندنا حتى مشاكل، يعني أنا نخدمو في R كلها، ولكن في الميركا غادي نخدمو في المجال الأول ناقص لا نهاية ناقص 7، وغادي نديرو نفس الطريقة اللي درنا في الأول. شنو هو الفالور الأبسولي تاع إيكغيك بلس 2؟ إذا لاحظو هنايا إيكغيك أصغر من ناقص 7، إيكغيك إذا كانت في هذا المجال تعني إيكغيك أصغر من ناقص 7، غنزيدو 2 نزيدو 2، شنو غتعطيني؟ إيكغيك زائد 2 وناقص 7 زائد 2 هي 5، ناقص 5، ناقص 5 أصغر من 7، إذا هذا سالب. إذا ما مساوي يساوي مقابل تاعو، شنو مقابل تاع إيكغيك؟ ناقص إيكغيك، مقابل تاع 2 ناقص 2، واخا، وعاوتاني عندنا إيكغيك أصغر من ناقص 7، يعني أن دازت هنا 7 و 7 غتعطيني إيكغيك زائد 7 أصغر من 7، يعني هذا سالب. مادام سالب يساوي مقابل تاعو، شنو مقابل تاعو؟ ناقص إيكغيك ناقص 2، صافي؟ إذا بجوجهم سالبين غيكونوا مقابل تاعهم جوجهم، إذا غنعوضو ناقص إيكغيك ناقص 2 وناقص إيكغيك ناقص 7. صافي نقوم بحساب ناقص تاع ايكغيك زائد 2 ايكغيك هي ناقص ايكغيك، و 14 ناقص 6 هي 8، وناقص 6 هي ناقص 6، وهنايا اكس تساوي 2 ايكغيك هادي حسبناها ياك. شنو غنديرو؟ نحسبو ايكغيك، ايكغيك شحال تساوي؟ غندوزو ايكغيك جهة أخرى غتولي ناقص ايكغيك غتولي ايكغيك، وناقص 6 دوزو جهة أخرى غتولي 8 زائد 6 هي 14، إذا ايكغيك تساوي 14. دابا نعوضو إيكغيك ب 14 هنا تجي 28، 2 14 2 28، 28 زائد 6 هي 34. إذا لاحظوا هنا إكس هي الثانية حسبناها، حسبنا شي أولى، إذا خصنا نقلبوهم، إذا إكس هي 34 و إيكغيك هي 14، حداو راسكم، صافي؟ ولكن خصنا نشوفو واش 14 ينتمي هاد المجال، هاد المجال فيها الأعداد السالبة و 14 عندنا الموجب، إذا 14 مكايناش في هاد المجال هذا. إذا إس واحد هي مجموعة فارغة، نامور إلى
في بحال يدنا في الاول عندنا في الثاني نفس الشيء. اي كريك تنتمي الى هاد المجال، ناقص 7 ناقص 2، اذا ناقص 7، اذا انا كانت اي كريك محصوره على ناقص 7 و ناقص 2. في هاد الحاله لازم 7 لازم 2، غنزيد هنا 2 ونزيد هنا 2 ونزيد هنا 2، غتعطيني ناقص 7 زائد 2 ناقص 5، اي كريك زائد 2 هي اي كريك زائد 2، ناقص 2 زائد ناقص 2 هي زائد 2 هي 0. إذا إي زائد 2 أصغر من 0، يعني أنا سالب هذا نسوي المقابل، فاهمين؟ وعندنا هنا إي أكبر من ناقص 7، يعني كذا كذا بغيتي دير هنايا كي بحال هكا، ماشي مشكلة، يمكن لك دير كي بحال هكا، فهمتمو، ماشي مشكلة نديروها ونتناو، فهمتمو. دابا هنا غنزيدو 7، ناقص 7 زائد 7 شحال هي؟ 0، هي 0، ناقص، غنزيدو 7، 7 زائد ناقص 2 أو 7 ناقص 2 هي 5، إذا هنا تجي 5، إذا هادي إكغيك قلنا شنو غنزيدو؟ غنزيدو 7 زائد 7، إذا زدنا 7 في الطرف الأول، الطرف الثاني، الطرف الثالث. إذا ناقص 7 زائد 7 هي 0، إكغيك زائد 7 هي 7، ناقص 2 زائد 7 هي 5. إذا ماذا تعني إكغيك زائد 7 محصورة بين 0 و 5؟ يعني عدد موجب، يعني تساوي نفسها، صافي؟ الأولانية عدد سالب والثانية عدد موجب. إذا إكغيك زائد 2 غنعوضها باش ناقص إكغيك ناقص 2 هاهي، و إكغيك زائد 7 غنعوضها بإكغيك زائد 7 هاهي، صافي؟ من بعد غنديرو النشر، ناقص 3 إكغيك ناقص 6 ناقص 2 إكغيك ناقص 14، صافي؟ 3 غتبقى هنا ماشي مشكلة، هنا عندنا مشكلة، ناقص 2 في إكغيك ناقص 2 إكغيك، هنا ناقص 2 في إنيا ناقص 14، صافي؟ ونحسبو، ناقص 3 إكغيك ناقص 5 إكغيك، ناقص 2 إكغيك ناقص 5 إكغيك، وناقص 6 ناقص 14 هي ناقص 20، تساوي ناقص 6. إذا هنا غنحسبو إكغيك نفس الطريقة، نقومو بالتمرين، ناقص 20 غتولي 20 زائد 20 غتولي 14 نقسموها على ناقص 5، هاهي 14 ناقص 5 هي ناقص 14 على 5. إذا إكغيك عدد سالب، نقوم بالتعويض هنايا إكغيك بديك القيمة تاعها، ناقص 14 على 5، 2 في ناقص 14 هاهي ناقص 120 على 5. وهنا نديرو 6 على 1 نضربو هادي 5 5 ندير 30 على 5، إذا ناقص 28 زائد 30 شحال؟ ناقص 120 زائد 30 هي 30 ناقص 120 هي 2 على 5، صافي؟ يمكن تحسبها راه سهلة. إذا إكس شحال هي الثانية؟ حسبنا إكس هي الثانية هاهي 2 على 5، دايما حد راسك شوف كون هي إكس كون هي إكرينك، ماشي عاد جي تكتب. إذا ناقص 14 على 5 هاهي ناقص 14 على 5 هي إكغيك. دابا غنتحقو واش تنتمي ولا لا، حنا عندنا عقد بإكغيك، إكغيك هي ناقص 14 5، هل ناقص 14 5 تنتمي ناقص 7 ناقص 2؟ نشوفو، غنديرو القسمة، دابا ناقص 17 قسمتها على 5 غتعطيك ناقص 2.8، ناقص 2.8، إذا ناقص 2.8 كاينة في هاد المجال، ناقص 2.8 كاينة في هاد المجال. إذا مازال كاين في هذا المجال تنتمي، مادام تنتمي إذا لقينا حل، لقينا هذا الزوج هو حل، إذا الحل هو 2 على 5 ناقص 13 على 5. دابا بالنسبة للثالثة غنديرو نفس الشيء، غناخد المجال الأخير ناقص 2 زائد لا نهاية. بالنسبة لإكغيك دابا إكغيك أكبر قط عن أكبر تساوي ناقص 2، إذا مادام أكبر تساوي ناقص 2 غنزيدو 2، غنديرو إكغيك زائد 2 وهنا زائد 2. إكغيك زائد 2 هي إكغيك زائد 2، ناقص 2 زائد 2 هي 0، يعني موجب، إكغيك زائد 2 موجب، يعني تساوي نفسها، هي يعني نفسها. عاوتاني إكغيك أكبر من ناقص 2 في هذا المجال هذا، دائما نخدمو في هذا المجال، غنزيدو هنا 7 ونزيدو هنا 7، إكغيك زائد 7 هي إكغيك زائد 7، ناقص 2 زائد 7 هي 5، إذا 5 أكبر من 0، إذا هذا موجب، إذا كان موجب تساوي نفسه، أو نفسه. إذا هنايا نفسه، وهذا نفسه، ها هي، ونحسبو. 3 إكغيك ناقص 2 إكغيك غتعطيك إكغيك، و 6 ناقص 17 غتعطيك ناقص 8 ناقص 6، و الأخرى المعادلة تبقى كما هي، إيوا دابا نحسبو إكغيك، دوزو ناقص 8 الجهة الأخرى، غتولي زايد 8،
ناقص 6 زائد 8 هي 2، ها هي انقضوا ديك 2 عوضوها هنايا، عطوني 2 في 2 شحال 4، 4 زائد 6 هي 10. اذا لقينا اكس الثانيه هي الثاني اكس 10، ها هي 2. واش 10 كاينه في هذا المجال؟ ناقص ناقص 2 زائد لهنايا، لا 2، فحنا عندنا علاقه ب 2 ماشي 2، ها تلتمي هذا المجال، نعم تلتمي. اذا بقينا بالنسبه لمجموع الحلول الحاله الثالثه هي الزوج، صافي الزوج 10 2. اذا غادي نديرو ملخص تاع شي كولو، اذا هنايا شنو هي اس تاع النظمه الثانيه؟ هي اتحاد تاع مجموعه الحلول تاع في كل حاله. بالنسبه للحاله الاولى كانت مجموعه الحلول مجموعه فارغه، بالنسبه للحاله الثانيه كانت مجموعه الحلول هي الزوج 2 على 5 ناقص 13 على 5، وفي الحاله الثالثه هي الزوج 10 2. اذا مجموعة الحلول هاد ناقص هاد مجموعة الفارغات في الحالة يبقاو لنا الجوز، إذا مجموعة الحلول تتكون من زوجين هما هادو 2 على 5 ناقص 13 على 5 و 10 2. انتهينا، ولكن اللي غنستافدو من هاد سميتو بالنسبة بالنسبه للمعادله الاولى كانت عندنا مشكل، عندنا المهم ما كاين حتى مشكل في اير هنا، ما عندنا كلشي هذا بجوج معرفين في اير، غير هنا خصنا نحيدو نستافدو من هادشي كلو، خصنا نحيدو الفالور ابسولي. بالنسبه للثانيه باش شنو هو اللغز اللي كاين في هادشي؟ هو اننا عندنا هنا الفالور ابسولي عنده علاقه باكس ويكريك اون فونكسيون اكس ويكريك، يعني عنده علاقه باكس ويكريك بدلاله اكس ويكريك في الاول وفي الثاني. إذا لهذا خصنا نكتبو واحد فيهم بدلالة الآخر، إما إيكغيك بدلالة إكس أو إكس بدلالة إيكغيك، باش يولي هاد الفالور الأصولي فقط بواحد فيهم، صافي؟ ونرجعو لهذاك بحال اللي غنرجعو لهذا، نديرو نفس الطريقة تاعنا، صافي؟ هذا هو المهم، ونقسمو إير إلى مجالات على حساب فين تيتقانينا وهادو اللي داخل في جدار مربع، اللي داخل في القيمة المطلقة، صافي؟ وديك الساعة غتكون عندك يعني فاش تقسم غتعرف الحالات اللي عندك، الحالة الأولى الحالة الثانية الحالة الثالثة، عندنا ثلاث حالات، لكن أربعة عندنا أربعة تاع المجالات يكون أربعة حالات، لكن على جوج المجالات يكونوا جوج حالات، صافي؟ لكن مجال واحد يعني نخدمو في ديك المجال اللي خدمنا فيه. دابا سالينا، إيوا سي فيني ميرسي، ولا عجبك برك الزر تاع الإعجاب وتشاركوا مع أصدقائك، ما عجبكش ما كاين مشكل، إلى اللقاء.